الله يمسيكم بالخير يا شباب يا صبايا. أنا أستاذ أيمن، هدرسكم أو بدرسكم مادة علم الحاسوب. هنستكمل الفيديو اللي أخذناه المرة الماضية ونكمل الدرس لحد ما وصلنا، تمام؟ بس يا شباب قبل ما نبدأ حاول نذكركم بشي بشكل عام، ونذكركم بشي بالمادة قبل ما نواصل عشان تكون أمور عندكم كلها مبينة. شباب، أول إشي بنصحكم نصيحة كالعادة، الظرف اللي إحنا بنمر فيه الآن جميعا توجب عليك إنه تمسك حالك، مش ترتخي. توجب عليك إنه تمسك حالك ما ترتخي. يعني في نسبة من الشباب أو نسبة من البنات، تمام، بيحاول إنه يرمي اللوم على المرض أو على الإشي الموجود عندنا الآن، وبحكي لك زبطت معي ما زبطتش، زبطت زبطت زبطتش مش مشكلة، تمام، بنحط بآخر شي اللوم على المرض، تمام، والأمور مش مبينة كانت معنا وصار الظروف وهيك صار معي. لا، ما بينفع يا شباب. بدك تعتبر حالك أنت كأنك مداوم في المدرسة، خاصة أنك توجيهي وما حدا راح يعذرك بالآخر. هذا مستقبلك، هذا مستقبلك، يعني أنت اللي راح تكون ثمرة إلك لحالك، ثمرة إلك لحالك. ما بينفع، أنت مش أي طالب، مش أي مرحلة، مش أي، تمام، أنت طالب توجيه بالآخر، في امتحان وزارة، في امتحان وزارة. لما تمتحن امتحان وزارة ما حدا راح يكون معك، ولا تقعد تتعذر بأي شيء، راح تكون لحالك، راح تمتحن الامتحان لحالك. فعشان هيك بنصحكم يا شباب يا صبايا تدرس وتشد حيلك وما تطلع على اي اشي كأنك في عطلة، كأنك الان عطلت انت عطلتك العادية وبلشت تدرس، ما في اشي صار عليك. بدك ترمي كل الظروف وكل اللي حواليك وكل الموجود الان وتكمل كأنك الان كأنك عادي، ما في اي اشي، ما في اي اشي، لانه في عندك امتحان وزارة، في عندك امتحان وزارة، والوزير نبه حكى في عادي كمل دراستك عادي، ما في اي اشي، كمل دراستك، يعني في امتحان وزارة عادي، بدك تكمل تدرس كويس وتشد حيلك كل المواد. هذا بالنسبة بشكل عام للمواد جميعها. طيب بالنسبة لنا لمادة علم الحاسوب، لمادة علوم الحاسوب، طبعا نرجع نتذكر احنا في عنا اربع وحدات، عنا اربع وحدات انهينا ثلاث وحدات منهن، انهينا ثلاث وحدات، وحدة فهم، وحدتين حفظ، وإحنا الآن في الوحدة الأخيرة اللي هي وحدة البوابات المنطقية. أخذنا جزء منها، أخذنا جزء من المدرسة وأعطناكم فيديو مصور واحد استكمال إلها، وراح نكمل الفيديوهات الجاية راح تكمل فيها المادة، ونأمل من رب العالمين، نأمل من رب العالمين إنه الغمة تزول وترجع كل الأمور تمام، ونرجع نداوم ونرجع نكمل ونشوفكم ونشوف هالوجوه الطيبة والغامة، ونحب نحكي واحنا اشتغلنا لكم. وأنا يعني كثير يعني بشعر بالحزن إنه أنتم مش موجودين أمامي الآن وقاعد بشرح لكم المادة هيك، تمام، كأنكم يعني مش أمامي، بس أنتم في القلب دايما، وبدي اياكم تشدوا حيلكم ترتبوا اموركم، وعلى بركة الله الان راح نبدا. طيب شباب، في الحصة الماضية يا شباب، تمام، في الحصة الماضية او في الحصص الماضية اخذنا، بلشنا في البوابات المنطقية، حكينا مقسومة لثلاث فصول، مقسومة لثلاث فصول، عندنا البوابات المنطقية الاساسية والبوابات المنطقية المشتقة، وعندي الجبر البولي. بلشنا بأول فصل البوابات المنطقية المشتقة، والبوابات المنطقية المشتقة حكينا مقسومات لثلاث أقسام، عندي الأند وعندي الأور وعندي النط، عندي الأند وعندي الأور وعندي النط. أخذنا مقدمة فيها وأخذنا البوابة أند، أخذنا البوابة أند، وصلنا عند البوابة أور، أخذنا فيها جزء كبير، وصلنا آخر شيء عند تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة أور.
طيب نرجع نتذكر، نرجع نتذكر في الدارات الكهربائية الحصة الماضية، تمام، أخذنا تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة AND، تصميم دارة كهربائية تمثل البوابة AND. حكينا إنه الدارة الكهربائية، تمام، عبارة عن، نعمل هيك، مصدر تيار، مصدر، هاي مصدر التيار، تمام، وعندي مفاتيح توصيل، مفاتيح توصيل. طيب البوابة OR في عندي مدخلين إلها، البوابة OR عندي إلها مدخلين، عندي إلها مدخلين، عندي إلها مدخلين. نتذكر أول شيء كيف رسمت أو رمز البوابة OR، إذا نتذكر، تمام، نلف هيك مقوس، وفي عندي مدخلين، عندي مدخلين للبوابة OR ومخرج واحد، ومخرج واحد. المدخل الأول سميناه إكس، والمدخل الثاني سميناه واي، والمخرج سميناه إيه، سميناه إيه. تمام. طيب احنا شو بدنا نعمل الآن؟ احنا قاعدين نصمم دارة كهربائية تمثل البوابة OR، دارة كهربائية. الدارة الكهربائية إذا بتتذكروا فيها مصدر تيار اللي عبارة عن بطارية، مصدر التيار اللي عبارة عن البطارية، عن البطارية. في عندي مفاتيح توصيل، وفي عندي مفاتيح التوصيل، وفي عندي المصباح. طيب البوابة AND في الحصة ما تذكرنا أو نتذكر فيها، البوابة AND كان عبارة عن مفتاحين توصيل اللي هن بيمثلن اكس واي، بس جيات على التوالي، على التوالي في البوابة AND، في البوابة AND. طيب البوابة OR، البوابة OR، تمام، تختلف هنا نفس الشيء، عندي مفتاحين توصيل اكس واي، اكس واي، اكس واي. طيب كيف اجيب مفاتيح التوصيل؟ بطلع المداخل، شو كم مدخل عندي؟ مدخلين، مدخلين، معناته عندي مفتاحين توصيل، مفتاحين توصيل. طيب كيف راح يكون مفتاحين التوصيل هنا في بوابة OR؟ كيف راح يكون مفتاح التوصيل؟ مفتاحين التوصيل راح يكون عندي في البوابة OR على التوازي، على التوازي. هيك رسمت على التوازي، هاي المفتاح الأول وهي المفتاح الثاني، وهيك رسمنا مفتاحين توصيل على التوازي وليس على التوالي، على التوازي، على التوازي، على التوازي، يعني فوق بعض، فوق بعض، شايفين كيف؟ فوق بعض. طيب شو بنسمي المفتاح الأول؟ هاي المفتاح الأول اسمه إكس، والمفتاح الثاني اسمه واي، مفتاح إكس، مفتاح واي، مفتاح إكس، مفتاح واي. طيب من وين جبت إكس واي؟ أجعيد، من وين جبت إكس واي؟ جبت إكس واي من البوابة المنطقية، من البوابة المنطقية، بوابة منطقية طلع لها، شو عندي مداخل فيها؟ عندي المدخل إكس وعندي المدخل واي، مدخلين، مدخلين، إذا مفتاحين توصيل، مفتاحين توصيل، مفتاحين توصيل. طيب البوابة ما دام إنها بوابة OR معناته المفتاحين التوصيل راح يكون على التوازي، على التوازي. شو يعني على التوازي؟ شو يعني على التوازي؟ على التوازي يعني فوق بعض، فوق بعض، فوق بعض، فوق بعض. طيب AND مش OR، AND أخذناها المرة الماضية، AND كان نفس الشيء مفتاحين توصيل، بس كيف جاي رسمتها؟ على التوالي، على التوالي. كيف يعني على التوالي؟ يعني جايات ورا بعض. هاي رسم لكم هون أذكركم بالAND، هيك مفاتيح التوصيل جاية، هاي هيك، هاي X وجاي وراها على طول مباشرة Y، هاي X وهاي Y، هاي توالي، توالي لمين؟ لAND، لAND، هاي توالي، توالي X Y لAND. طب OR، OR مفاتيح التوصيل كيف جايات؟ مفاتيح التوصيل OR جايات على التوازي، X Y فوق بعض، فوق بعض، إذن مفاتيح التوصيل توازي. الآن نكمل الدارة الكهربائية، شو ضل عندنا؟ ضل عندنا نرسم المصباح، المصباح الكهربائي، ضل عندنا نرسم المصباح، المصباح، تمام، هاي مصباح، مصباح. طيب المصباح بيمثل ايش؟ المصباح الكهربائي بيمثل عندي المصباح الكهربائي واللي هو المخرج، المخرج للبوابة المنطقية، المخرج للبوابة المنطقية. طلع الآن على البوابة المنطقية اللي أمامك، وتطلع على البوابة المنطقية اللي أمامنا، تمام، شو المخرج اللي موجود هون عندي؟ إيش المخرج الموجود عندي هون؟ موجود عندي المخرج اللي هو A، A. إذن مصباح هو A، مصباح المخرج يمثل مخرج، مخرج الدارة الكهربائية، هاي دارة كهربائية، مخرج الدارة الكهربائية ونفسه مخرج البوابة المنطقية. شوف كيف، شوف مخرج
بوابة منطقية، هاي اسمها بوابة منطقية، هاي اسمها دار كهربائية. بوابة منطقية ودار كهربائية. طيب افرض انه عندي في الدار في البواب، افرض انه عندي في البوابة المنطقية كان مخرج اسمه R. R شو بتغير عندي هون؟ بصير مصباح اسمه R. طيب افرض انه عندي في البوابة المنطقية مداخل كانت M و S مثلا، M و S، شو حتغير عندي هون على فتح توصيل؟ M و S، M و S، M و S. إذا حسب الرموز الموجودة عندك ترسم الدارة الكهربائية المناسبة إلها، حسب الموجود عندك ترسم الرموز المناسبة إلها. طيب الفكرة العامة عندي هون، الملاحظة المهمة جدا، الملاحظة إنه التوصيل ملاحظة مهمة جدا، التوصيل في حالة أور، في حالة أور لمفاتيح التوصيل، لمفاتيح التوصيل على التوازي، لمفاتيح التوصيل على التوازي، إذن في حالة أور مفاتيح التوصيل راح تكون زي ما أنت شايف على التوازي، مفاتيح التوصيل راح تكون على نرجع نعيد يا شباب، مفاتيح التوصيل في حالة أور راح تكون عندي على التوازي، في حالة AND راح تكون عندي على إيش يا شباب؟ على التوالي، طيب أنا راح كأني أنا معك في الحصة، أعطيك وقت بسيط إنك تنقل هذا على دفترك، ما بدي إياك أنت تحضر على الفيديو بس وتنسى، بدي إياك تستكمل اللي موجود عندك على الدفتر، تستكمل ترجع تستكمل على الدفتر، كل شيء راح أعطيك إياه بدي إياك تضلك تنقل على الدفتر أول بأول. يعني الحصة الماضية اللي أخذناها، بدي إياك ترجع تشوفها، تكتبها على الدفتر شوي شوي، ترجع تكتبها على الدفتر الحصة الماضية، ترجع هون معي كمان ترجع تكتب على الدفتر، ناخذ دقيقتين بسرعة نرجع نكتب على الدفتر. وإذا كنت أنت مش محضر معك دفتر، وقف الفيديو، وجيب دفترك تمام، وارجع انقل كل شيء بتاخذه على الفيديو على الدفتر عشان يكون دفترك كامل يوم الامتحان، إن شاء الله نرجع نشوفكم، نرجع نكتب على اللوح، نرجع نلتقي فيكم، بس ما بنعرف شو بصير معنا. فعلى كل حال تكون أنت أمورك جاهزة، ترجع تكتب كل شيء عندك على الدفتر، فحضر دفترك، وقف الفيديو إذا مش محضر دفترك تمام، رتب أمورك وارجع نقول لي هاي المعلومات بسرعة على الدفتر عشان نمشي مع بعض حبة حبة ويكون دفترك كامل كامل. إذا ابدأ الآن بالنقل اللي كتبناه الآن على هنا على الورقة هاي، ارجع انقله على دفترك سريع عشان نرجع نستكمل الموضوع. أذكر يا شباب تمام إنه هاي الوحدة مترابطة مع بعضها البعض، إنه هاي الوحدة مترابطة مع بعضها البعض، يعني أنا بنصحك إنه ترجع تراجع الوحدة هاي من أولها، مش راح تاخذ معك وقت كثير، نص ساعة بالكثير، ترجع تراجعها كاملة عشان ترجع تكمل معاي، بكل هدوء وتكون فاهم كل إشي، لأنه هاي زي ما حكيت لك من الأول إنه هاي مترابطة على بعضها البعض. وحدة مش صعبة، الوحدة عندك هنا وحدة سهلة عليها أكثر وحدة، عليها علامات تمام، تتطلب منك إنه تراجعها، إنك تراجعها أول بأول، ما بشرح تاخذ معك وقت كثير تمام، وعليها علامات كثير، يعني مستاهل إنك تتبع لها وتدير بالك عليها، يلا يا شباب شد حيلنا نكتب على الدفتر بسرعة،
اكتب هاي المعلومات كاملة، نقولها إن شاء الله يكون التصوير واضح، إن شاء الله يكون التصوير واضح. وأي شيء مش راح نقصر معاكم، أي استفسار أي شيء مش فاهمينه راح نتواصل، مش راح نقصر مع أي واحد فيكم. إن شاء الله ظلوا بخير، كل أهلكم وأحبائكم ظلوا بخير إن شاء الله. أتوقع الآن خلصنا الكتابة، أتوقع خلصنا الكتابة تمام. وإذا ما خلصت كتابة ممكن توقف الفيديو شوي، توقف الفيديو شوي لحد ما تنقل وترجع تكمل. طيب الآن تسألني أنت كيف ممكن يجيني السؤال أنا على هاي الدارة الكهربائية، كيف ممكن يجيني السؤال؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة اللي ممكن تجيك أو تواجهك على موضوعها. سؤال واحد، صمم دارة كهربائية، صمم دارة كهربائية التي تمثل البوابات المنطقية الآتي، البوابات المنطقية الآتي الآتي. طيب شوف السؤال من جديد، شوف السؤال، السؤال طالب منك تصمم دارة كهربائية، صمم دارة كهربائية تمثل بوابات منطقية آتي. الآن أعطيك بوابتين منطقتين، فرع ألف وفرع باء، بوابات منطقية، وأنت تعطيني الجواب صمم لها دارة كهربائية. دارة كهربائية تبدأ فرع ألف، بدي أصمم دارة كهربائية للبوابة المنطقية هاي، بوابة منطقية هاي، راح أحط عندي المدخل أول A و B و R. فرع باء نصمم دارة كهربائية، نصمم دارة كهربائية للبوابة المنطقية نهاية، راح أحط فيها R و D وجه، وجه R و D وجه R و D وجه. طيب نعيد السؤال من جديد، بدنا دار كهربائية للبوابات المنطقية هاي، للبوابات المنطقية هاي. خلنا نشوف فرع ألف أول شيء، نحط هون نجهز الجواب ونشوف فرع ألف، نشوف فرع ألف. فرع ألف أول شيء لازم أعرف هاي الدار البوابة المنطقية الأمامي، البوابة المنطقية الأمامي شو نوعها؟ هل هي أنت؟ هل هي أور؟ هل هي نوت؟ هل هي ناند؟ هل هي نور؟ بدي أعرف البوابة المنطقية الأمامي شو نوعها؟ طبعا أخذناها وحكينا عنها كثير تمام. هاي اسمها البوابة المنطقية AND، البوابة المنطقية AND. كيف عرفت؟ عند المداخل في عندك خط مستقيم، خط مستقيم هاي بوابة منطقية AND. طيب هاي بوابة ايش؟ هاي بوابة OR، منحنية من هون، منحنية مش مستقيمة، عند المداخل منحنية، منحنية هاي اسمها البوابة المنطقية OR. طيب شو مطلوب مني؟ دارة كهربائية، برسم الدارة الكهربائية، بتذكر هاي عندي AND، AND بتذكر هاي مصدر تيار، هاي مصدر تيار عندي تمام. وبوقف هون شوي، مدامها بوابة AND، مدام عندي بوابة AND اذا مفاتيح التوصيل راح تكون على التوالي، مفاتيح التوصيل راح تكون على التوالي. كيف التوالي؟ زي ما شرحنا لكم قبل، هاي مفتاح التوصيل اول، مفتاح التوصيل الاول وبمشي تمام، وبحط مفتاح التوصيل الثاني، مفتاح التوصيل الثاني تمام، مفتاح التوصيل الثاني راح يكون عندي هيك، عندي على التوالي، على التوالي تمام. بكمل هيك، كمل تمام. عندي المصباح، المصباح وعندي مفاتيح التوصيل. طيب مفتاح توصيل ومصباح. طيب الآن جهز مفاتيح التوصيل على التوالي لأنها AND، لأنها AND مفتاح التوصيل على التوالي، على التوالي. ولا عندي أحط الرموز، أحط الرموز. شو عندي هون؟ المدخل أول إيه، راح يكون عندي مفتاح توصيل اول ايه. طيب شو عندي المدخل الثاني؟ المدخل الثاني بي، راح احط مفتاح التوصيل الثاني بي. طيب المصباح، مصباح يمثل مخرجات،
مصباح نفس المخرجات، مصباح نفس المخرجات. شو المخرجات عندي هنا؟ R. أحط عندي هنا R. أحط عندي هنا R. إذا هيك رسمت دائرة كهربائية، دائرة كهربائية تمثل البوابة المنطقية N. طيب أروح على في لعبة بصمم لها دائرة كهربائية، نفس الشيء بطلع عليها، عرفت إنها هاي رسمة البوابة المنطقية، عرفت إنها رسمة البوابة المنطقية. نفس الشيء برسم مصدر تيار، مصدر تيار، بوقف هون مفاتيح التوصيل. ما دام هون راح يكون مفاتيح التوصيل هي على التوازي، بعمل هيك، هاي مفتاح توصيل أول وهي مفتاح التوصيل الثاني، تمام. والآن بكمل الإدارة الكهربائية، وراح يكون عندي هون المصباح. طيب هل انتهت الإجابة؟ لا، بدي أعرف الرموز المطلوبة من عندي. طيب شو المدخل عندي هنا؟ R، بحط R، هاي R. وشو عندي المدخل الثاني؟ D، بحط D. طيب مصباح كان يمثل المخرجات، شو عندي المخرجات؟ J، بحط J، وحسب هون موجود بحط. هيك صار عندي دارة كهربائية هون تمثل بوابة AND، ودارة كهربائية تمثل بوابة OR. AND أرجع أذكر على التوالي، مفاتيح التوصيل هي مفاتيح التوصيل على التوالي، ومفاتيح التوصيل على التوازي، مفاتيح التوصيل على التوازي. بظل عندي المعلومة الثانية، أحط الرموز حسب المداخل، هي هنا إيه بي حسب المداخل، والمصباح R، مصباح R زي ما واضح عندك. بروح على OR نفس الشيء، برسم دائرة كهربائية بس مفاتيح التوصيل بتكون على التوازي، مفاتيح التوصيل على التوازي، تمام. والمصباح بكون عندي هو نفس المخرجات، نفس الرمز بحطه، كان R R، M M، S S. شو ما يكون عندك L L، شو ما يكون عندك على البوابة المنطقية مخرجات، بحط على المصباح، هيك بتكون الإجابة جاهزة. طيب نجهز حالنا ناخذ سؤال ثاني، الآن نقلب السؤال، راح نقلب السؤال الآن، تمام. راح ناخذ دارة كهربائية، الآن راح ناخذ دارة كهربائية ونطلب منك البوابة المنطقية. ناخذ سؤال اثنين، ارسم رمز البوابة، ارسم رمز البوابة المنطقية، التي تمثل الدارات الكهربائية الآتية، الآن شو عملت أنا؟ طلع السؤال، ركز فيه شوي. سؤال: ارسم رمز البوابة المنطقية التي تمثل الدارات الكهربائية الآتية. فأعطيك أنا في السؤال دارات كهربائية، وأنت مطلوب منك تعطيني البوابة المنطقية المناسبة. يعني عكست السؤال الماضي، عكسته. طيب أعطيك فرعين، الفرع الأول اللي عندي هنا، تمام، دارة كهربائية. بدي إياك أنت تفكر شوي معي قبل ما أعطيك الإجابة. هي F L S. فرع ب دارة كهربائية أخرى، مصدر تيار، تمام. وعندي هيك على التوازي أي أم وأل وإيه. طيب نبدأ بالإجابة ونفكر فيها مع بعض. أرسم رمز البوابة المنطقية اللي تمثل دارات كهربائية، تدك دارات كهربائية فرع ألف وفرع باء، تمام. بدي رمز البوابة المنطقية، كيف أطلع رمز البوابة المنطقية؟ برجع بتذكر إنه التوالي AND، هاي معلومة لازم تكون عندك، التوالي AND والتوازي OR، التوالي AND والتوازي OR. إذا نبدأ في أول واحدة، هاي زي ما أنتم شايفين يا شباب، هاي الجواب زي ما أنتم شايف. بطلع مفاتيح التوصيل عندي هون، مفاتيح التوصيل انت زي ما انت ملاحظ، توالي ولا توازي؟ توالي ام توازي؟ فكر شوي معي،
تمام، توالي. توالي شو يعني توالي؟ يعني متتاليات، مفاتيح توصيل متتاليات، متتاليات متتاليات. طيب شو يعني متتاليات؟ يعني راح تكون عند البوابة المنطقية عند، أبدأ أرسم البوابة المنطقية عند، هاي بوابة، رسمة البوابة المنطقية عند، خط مستقيم وبلف. طيب لها مدخلين، لها مدخلين ولها مخرج واحد. طيب هل انتهت الإجابة؟ لا، لم تنتهي الإجابة بعد. تمام، بشوف شو الرموز عندي. مدخل أول، هيو مدخل أول F، ومدخل الثاني L، والمخرج راح يكون عندي S. S إذا مدخل L F L مع S مع S. طيب نروح الآن على الدارة الكهربائية فرع باء. تمام، وبطلع بدور على مفاتيح التوصيل، مفاتيح التوصيل على التوازي ولا على التوالي؟ زي ما انت ملاحظ، مفاتيح التوصيل على التوازي. شو يعني على التوازي؟ يعني متوازيات، متوازيات. هاي المعلومة لازم اعرفها اول شيء عشان اعرف ارسم البوابة المنطقية المناسبة. ما دام متوازيات اذا راح تكون عندي هاي فرع الف عشان اعرف انظم الامور، وهي فرع باء. تمام، متوازيات راح ارسم البوابة المنطقية اور، هيك بوابة منطقية اور منحنية ولها مدخلين ولها مخرج واحد، مدخلين ومخرج واحد، مدخلين ومخرج واحد. طيب كيف بدي اعرف المداخل؟ هل انتهت الإجابة؟ لا لسه. كيف بدي اعرف المداخل؟ مداخل هي نفسها مفاتيح التوصيل، مداخل، مداخل هي نفسها مفاتيح التوصيل، مفاتيح التوصيل. شو مفتاح التوصيل عندي؟ عندي ام وال، وعندي المخرج، المخرج، المخرج هو نفسه مخرج البوابة المنطقية، مخرج الدارة الكهربائية ونفسه مخرج البوابة المنطقية. راح يكون عندي هنا إيه، راح يكون عندي هنا إيه. تمام، تمام، نكتبها على السريع مع بعض، نكتبها نقولها على الدفتر مع بعض. هذا السؤال نقوله مع بعض. تمام، جهز دفترك. تمام، وابدأ أنقل. أتوقع إنه الأسئلة واضحة. تمام، واستفضنا بالشرح فيها. بس أنت تركز، وأهم إشي قبل ما تحضر هاي الحصة، أهم إشي قبل ما تحضر هاي الحصة إنك تكون مراجع البوابات المنطقية من أولها، من أولها. مش راح تأخذ معك وقت كبير، مش راح تأخذ معك وقت كبير، نص ساعة مراجعة. تمام، تكون مخلصها عشان نعرف نمشي مع بعض. اما اذا فتت على الحصة هاي مباشرة، فتت على الحصة هاي مباشرة، تمام، بدون ما تكون مراجع قبل، راح يكون عندك شوية مشاكل. راجعها نص ساعة قبل، راجعه كامل. الحصة اللي كنا ناخذها بالمدرسة موجودة عندك على الدفتر، الحصة الماضية مصورة فيديو، ارجع واكتبها على الدفتر، ارجع واكتبها على الدفتر عشان يصير معك الدفتر كامل، دفتر كامل، مش موزع، اشي دفتر اشي فيديو، اشي دفتر واشي فيديو، لا كله يكون منقول عندك على الدفتر. ارجع الحصة الأولى أخذناها، الجزء الأول من البوابات المنطقية اللي صورناها ونقولها كاملة، نقولها كاملة على الدفتر. بعدين ابدأ هون عندنا، ابدأ عندنا هون في الحصة هاي برضو نقول على الدفتر شوي شوي، الدفتر بصير كامل. يوم الامتحان ما بيكون عندك أي مشكلة. طبعا يوم الامتحان الوزارة شو بدك تعمل؟ كيف تدرس؟ بدك ترجع تشوف فيديوهات؟ بدك ترجع تشوف فيديوهات؟ لا، كل شيء عندك يكون على الدفتر جاهز، تكون أمورك مرتبة. تمام، إن شاء الله الجميع يكون فاهم، إن شاء الله الجميع يكون فاهم. موضوع سهل، وحدة سهلة، بس بتحتاج إلى شوية تركيز، ما بتحتاج لدراسة كبيرة. راح أحاول أشرح لك شوي شوي زي ما أنتم متعودين علينا. تمام، ونتمنى أنكم تجيبوا علامات كويسة وحلوة. أتمنى أنكم توصلوا امتحان التوجيه بصحة وسلام علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، على محمد أجمعين. طيب يلا أسرع شباب شوي، أسرع 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 شوي. تمام، نقولها الآن كاملة هاي، أسرع شوي يا شباب، أسرع شوية يا شباب.
طيب إذا ما لحقت تكتب، تمام، ما لحقت تكتب تقدر توقف الفيديو شوي ترجع تكمل. طيب هيك نرجع نراجع معلوماتنا من البداية. شو أخذنا لحد الآن في الوحدة هاي؟ أخذنا أول شيء البوابة المنطقية أند كل تفاصيلها، تمام، وهيك أخذنا البوابة أور بكل تفاصيلها. أخذنا البوابة أند وأخذنا البوابة أور، بوابة أند والبوابة أور. طيب من البوابات المنطقية الأساسية، من البوابات المنطقية الأساسية شو ظل عندي؟ ظل عندي من البوابات المنطقية الأساسية، تمام، البوابة المنطقية الثالثة اللي هي البوابة المنطقية نط، 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 تمام، البوابة المنطقية نط. راح نبدأ فيها الآن اللي هي البوابة المنطقية الثالثة، البوابة المنطقية نط. كأند وكأور، كأند وكأور، تمام، لما بلشت بأند وبلشت بأور، لما بلشت بأند وبلشت بأور، تمام. ايش رسمت اول شيء؟ تمام، اول شيء ايش بديت؟ بديت في رمز البوابة المنطقية، رمز البوابة المنطقية، يعني اول شيء لازم اعرفه، تمام، واتعلمه كيف ارسم رمز البوابة المنطقية، رمز البوابة المنطقية. اذا راح ناخذ هون رمز البوابة نط، رمز البوابة نط، رمز البوابة نط. طيب كيف رمز البوابة نط؟ طلع كيف رمز البوابة نط، وهي بتختلف على اند واور شوية، تمام. طلع كيف نرسمها، بنحط عندي مثلث، هاي مثلث، تمام، وعندي هون على رأس المثلث دائرة مغلقة، دائرة مغلقة. طيب فايش بتختلف اند، ايش تختلف البوابة نط عن اند واور؟ تختلف انه عندي هون راح يكون مدخل واحد فقط لها، مدخل واحد واسمه اكس، مخرج واحد نسميه مخرج واحد، تمام. اذا البوابه المنطقيه نط، البوابه المنطقيه نط، اول شيء تتعلمه ارسم رمز البوابه نط، رمز البوابه نط هو عباره عن مثلث، مثلث دائره مغلقه، مدخل واحد اكس ومخرج واحد واي، مخرج واحد اللي هو ايه، عيد من جديد، مثلث، تمام، دائره مغلقه، مدخل واحد ومخرج واحد، مدخل واحد ومخرج واحد.